السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونعم رضوانه. كما تشاهدون الآن القمر في ليلته الأولى من ليالي الإبدار مساء الجمعة 20 غشت 2021 ليلة السبت 21 غشت 2021، ولم يمضي من شهر محرم سوى 11 يوما فقط. وطبعا كما ترون بقي له شعيرات قليلة فقط من الجهة اليسرى، ولكن طبعا الشعيرات تكتمل مباشرة ببلوغه وقت الفجر، وليس أنه ينقصه 24 ساعة كاملة ومنزلة كاملة كما يعلق أحيانا بعض علماء الفلك محتجين على الصور الأولى لبدر وقمر القمر البدر للشهر طبعا، لأنه الآن أنا أصوره بتوقيت المملكة المغربية الساعة 10 ليلا، لأنني إن لم أصوره الآن لا يمكنني أن أصوره في وقت الفجر بسبب أن سطح المنزل ليس عالي جدا، ولو كنت في منطقة يعني جبلية أو في منطقة عالية لكنت خصصت الوقت لأن لأصوره بتوقيت الفجر إن شاء الله. ولكن طبعا هناك كثير من الأحبة الأنصار أنصار الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني سيقومون بالواجب إن شاء الله تعالى. أعتذر عن بعض التحرك في الفيديو، حركة يعني بسبب أنني أعمل البث من الجوال وأحاول أن أقرب الفيديو بكاميرا CCD. المهم القمر واضح أنه مكتمل بدرا، وإن شاء الله سنصوره في الليلة الثانية غدا إن شاء الله السبت 21 غشت 2021. المرجو من أحبتي الأنصار مشاركة هذا الفيديو على أوسع نطاق في بعض المجموعات العامة لعله يحدث للناس ذكرا إن شاء الله، بالرغم أنه يعني قبل قليل شاركنا بعض الصور في بعض المجموعات الفلكية لعلماء الفلك، والأغلبية يرد أنه غير مكتمل وفقط بلغ 95%. وطبعا هم يعلمون جيدا أن الشعيرات المتبقية تكتمل بتوقيت الفجر وليس بعد 24 ساعة. وطبعا بعد غد إن شاء الله لو كانوا صادقين لن يكون القمر يعني لن يظهر فيه أي ظلام، بل سيكون مكتمل بدرا واضحا، ولكن طبعا بعد غد سيبدأ بالتناقص ولن يكون بدرا مضيئا واضحا مثل هذا الشكل. ونرجو من الأحباب إن شاء الله بعد انتهاء هذا البث حفظ الفيديو عندكم وأرفعه في اليوتيوب ولصفحتكم في الفيسبوك في نفس الليلة ليتم توثيقه لهذه الليلة مباشرة، يعني لا تتركوه إلى الغد، لأن غدا إن شاء الله سنقوم ببث مباشر آخر ليتم رفعه ليبقى مؤرشفا بتاريخه حجة على علماء الفلك وعلماء الشريعة. طبعا لأنه سيأتي يوم يعضون فيه على أصابعهم وينكرون كل ما قد تم به تبليغهم عبر 16 سنة من دعوة الإمام ناصر محمد اليماني الذي ينذرهم ويذكرهم
أن الشمس أدركت القمر أحد أشراط الساعة الكبرى بسبب اقتراب كوكب النار سقر اللواح للبشر الذي يؤثر على الأجرام، وأصبح تأثيره واضحا على القمر وعلى الأرض التي ارتفعت حرارتها ومرضت وازداد التناوش بكثرة الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات والحرائق وغيرها من أنواع العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. طبعا كل مرة يحتجون بالأعذار الواهية من احتباس حراري ومن تغيرات مناخية سببها التلوث وغير ذلك من الأعذار التي لا تسمن ولا تغني من جوع، يقولون أنه غضب الطبيعة. حسبنا الله ونعم الوكيل. أرجو أن تشاركوا هذا الفيديو، يعني أحبتي في الله، شاركوه إلى المجموعات العامة وإلى الصفحات وإلى حساباتكم الشخصية معذرة إلى الله ولعلهم يتقون. أعتذر عن التأخر في البث لأنه كان الجو غائما بعض الشيء، وقد بدأ الآن يعني ظهور الغيوم مجددا. المهم أنه تم تصوير القمر بدرا لتوثيقه إن شاء الله تعالى. كما تلاحظون الغيوم يعني في السماء أحيانا يختفي القمر والبدر وراءها، لكن تم تصويره قبل لحظات وانتظرنا كثيرا لتزول الغيوم والآن رجعت مجددا. نشكركم أحبتي في الله وجزاكم الله خيرا، ونرجو مشاركة الفيديو على أوسع نطاق كما طلبت منكم، وأعتذر على الصوت أنه قليل شوي، يعني ليس صوت واضح لأنني في السطح بعد الجيران يعني نائمين ولا نريد أن نزعج أحد. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.